أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل هذين الجنديين، الأمر يتعلق بجرحى كثر، لكنه اعترف أولا بنايل فوارسا وهو قائد كتيبة السيف، هذه الكتيبة التابعة للإدارة إدارة القيادة العامة للقوات الإسرائيلية وخاصة باللوجستيك. ثم هناك أيضا تومير كارن من جولاني، ولأول مرة يعترف الجيش الإسرائيلي بقتلى من جولاني، مما يعني أننا أمام أولا الحالة الهجومية المحتملة عبر مشاة جولاني، ولطالما أكدنا أن جولاني يعتمد عليه الجيش الإسرائيلي وهو الأكثر تدريبا من أجل الوصول إلى عمليات برية محتملة. إذن الدفع بجولاني لأكثر من 50 يوما ماضية، ولطالما أكدت أن حزب الله في ضرباته يستهدف جولاني لأنه رأس الحربة في أي هجوم بري، يعتقد قائد القيادة الشمالية بأنه الحاسم حسب الخطط التي وقع أخيرا آليبي وأعلنها الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي. لذلك فإن اللحظة التي قال فيها حسن نصر الله مباشرة بأنه لا يزال وسيبقى إلى جانب شعب غزة والضفة، وقال بالحرب أن الأمر يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة والضفة، إذن التصعيد الأساسي اليوم أن وقف إطلاق النار في الكتلتين معا، المكونين الأساسيين معا للشعب الفلسطيني لإعلان دولته وعاصمتها القدس الشريف. هذا كله مقصود إلى أبعد حد، الرسالة إلى أبعد حد نرى من خلالها أننا نتحدث عن 5 ملاحظات سريعة. أول ملاحظة أن حسن نصر الله ربط مصيره بمصير غزة، هذا الذي كرره جالانت ليوكشتاين، والآن يثبته حسن نصر الله بعد الهجمات التي كانت بالآلاف بجرح الآلاف، وذكر أن هؤلاء الجرحى هم الذين سيقاتلون مرة أخرى وفي الجبهات. إذن لدينا هذا المستجد. ثانيا أن هناك رغبة داخل إسرائيل في إعلان الحرب مباشرة وفي هذه الظروف لأنها ستستفيد من حالة الإرباك، لكن حسن نصر الله يؤكد أنه جاهز ومنذ اللحظة التي كان فيها الهجوم الأول وجاءت الرسائل بطرق مباشرة ورسمية وغير رسمية بخصوص الخروج من هذه الحرب، بل وهناك إضافة رئيسة قادها الأمريكيون بخصوص قضية الحدود البرية على الخيمة التي كان قد نصبها حزب الله، وهذا الذي لم يشر إليه الأمين العام لحزب الله، لكن كل التقارير التي كتبت وهوكشتاين يتحدث عن الوصول إلى اتفاق كان واضحا جدا مثل هذا القرار وبخارطة أيضا. إذن أمامنا التطور الثالث، ربط وقف إطلاق النار بغزة والضفة، وقد يكون هذا الأمر دقيقا للغاية لأن حماس في غزة وتحت قيادة المقاومة وأيضا المقاومة في الضفة، وعلى القيادة اليوم لحماس ولقيادة الفصائل أن تسير باتجاه إما الربط ما بين وقف إطلاق النار في غزة بالضفة أم لا. أما بالنسبة لحزب الله فهو يرى أن وقف إطلاق النار في غزة والضفة إن فاوض الفلسطيني على ذلك. المسألة الرابعة أن ما حدث في وقت سابق وأراد الإسرائيلي أن تكون الضربة مؤثرة والوصول إلى 5000 كأقل تقدير، يعني الوصول إلى 5000 شهيد في لبنان من أجل الإرباك، لكن هذا تم تجاوزه الآن. وخامساً
نرى بوضوح أن هذه القدرات في القيادة والسيطرة وأيضا المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، أن وضع المقاومة كان منذ الليلة الأولى كان واضحا جدا أن الاستعدادات للرد الهجوم البري نقلناه فورا، فرغم كل الذي حدث وبالآلاف كان واضحا جدا، وانطلاقا من تسريب لمجلس أمني في إسرائيل، فإن حسن نصر الله خاطبهم بإعلان طوارئ وجهوزية عالية لرد أي هجوم بري. في هذا التوقيت نرى بوضوح أن حسن نصر الله عندما وقف إلى جانب غزة وربط جبهته جبهة لبنان بجبهة غزة كما كان منذ 8 أكتوبر، الوضعية اختلفت، لأن الإسرائيلي يريد جهد الإمكان أن يصل وقف إطلاق النار في لبنان على أساس عدم ربطه بغزة وفصل غزة عن باقي الجبهات. هذا هو الهدف الاستراتيجي لكل ما يجري، ونتنياهو وباقي المؤسسات تعتبر أن ترك غزة لا وجود له في قاموس الإسرائيل، الانسحاب من غزة لا وجود له أيا كان الحال. هناك خطان أحمران كما لاحظنا جميعا، الدولة الفلسطينية غانس، الدولة الفلسطينية، وأيضا بالنسبة للانسحاب من غزة. إذن الأمر هنا دقيق للغاية بخصوص المناورة الإسرائيلية وهذا الهدف الذي حاول أن يسطره نتنياهو، بل واعتذر جالنت لنتنياهو عندما أخفى عليه قضية هذا الهجوم على لبنان. لاحظ الجميع أن جالانت يعود لأنه اعتذر بصيغة مباشرة نقلتها كل وسائل الإعلام العبرية. إذا جالانت يعتذر لنتنياهو لأنه لم يكن يعرف مثل هذه الضربة وحجم هذه الضربة، وأنه مع الخيار العسكري بعد هذه الضربة مباشرة، وبذلك فإن جالانت الذي كان متخوفا على السيناريو البري اليوم نرى بوضوح أن رئيس الأركان هو الذي يقود المعركة وهو الذي صمت لفترة. في لحظة الخلاف ما بين نتنياهو وما بين جالانت كان رئيس الأركان قد صمت، الآن هو المتحدث والكل صامت للرد مباشرة على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. على العموم فإن الضربات الآن ضربات موجهة بالأساس إلى جولاني، وفعلا سقط ضمنهم على الأقل قتيل واحد حسب الاعترافات، كذلك بالنسبة لواحد على الأقل بجروح خطرة. هذا المقصود منه تماما أن هناك جرحى، واليوم وصل الحال إلى 27 حالة، 27 إصابة بقتيلين باعتراف الجيش الإسرائيلي، وهذا وضع دقيق للغاية لأننا نتحدث عن القيادة العامة بخصوص اللوجستيك وأيضا بخصوص جولاني، يعني أن منطقة الهجوم البري قائم، ولكن في نفس الآن الكل متخوف من هذه الصورة التي يمكن أن تضع الجميع أمام صعوبة أكبر. إنما الإشارة التي أوضحها بشكل مباشر حسن نصر الله بأن قواعد الاشتباك لـ 78 ولـ 82 انتهت، وأن الدخول على خط ما سمي بالعشر كيلومترات للمنطقة العازلة هذا يعني الرد مباشرة في الجليل، وهذا هو الأمر المختلف، لأن الربط الآن ربط مع غزة، والربط مع غزة هو الذي يضمن عسكريا التحرك نحو الجليل، التحرك نحو الجولان، وهنا هامش المناورة المختلف عما سبق. لهذا فإن حسن نصر الله كانت الإشارة واضحة إلى قائد المنطقة الشمالية، الآن يلتحق به رئيس الأركان وهو قد حدد الخطط، وحزب الله عندما وصل إلى جولاني بتحقيق هذا الهدف في هذه الظرفية وأيضا ضرب اللوجستيك القادم من القيادة العامة بعد أن دمر أغلب المخازن في ضربات سابقة،
المؤشران مطمئنان للغاية عسكريا، وهذا الذي يجب الانتباه إليه. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.